ما مصير السحرة الذين قرروا التوبة من عملهم؟ هل استطاعوا النجاة من انتقام الشياطين والجان؟ قصة حياة غريبة نهايتها خسارات فادحة مخيفة. داود محمد الفرحان، ساحر يمني يعد من أعتى السحرة في الوطن العربي بشكل عام، واليمن والسعودية بشكل خاص. عرف عنه قوة السحر الذي ورثه عن والده الساحر الأكبر محمد فرحات. كان داود يلحظ على والده غرابة تخيفه أحياناً منذ طفولته، وهو لم يكن يتجاوز سن 12. فوالده كان يأكل طعاماً مختلفاً تماماً عنهم، ومن أقذر ما رأى هو طبيعة الطعام الذي يأتي لوالده من مكان غير معروف، يكون على شكل قطع لحم يملأها الدود برائحة ولون لا يمكن لبشر أن يطيق النظر إليها. أصاب والده الوهن والضعف الشديد، فأخبر داود قبل موته بأنه سيستلم مكانه، وستكون له ميزات وقدرات خاصة لن يمتلكها أحد. وبعد موت والده، لاحظ داود اختفاء كل الأحداث والأصوات الغريبة من بيتهم. وبعد أيام بدأت الشياطين تنتقل إلى داود لترغمه على استلام مكان والده والولاء لهم من بعده. وفي يوم خرج لداود مجموعة من النساء الجميلات جدا، وسألوه إذا ما كان يرغب في الرفعة والجاه والمال والقوة ومرتبة تفوق ما كان عليه والده. كان شابا صغيرا بالسن وأغري بالعرض، وأهم ما طلبوه أن يختلي بنفسه 40 يوما دون أن يكلم أحد، وأن يعتزل في إحدى الصحاري أو كهوف الجبال، ويبقى طوال 40 على نجاسة تامة دون الاغتسال أو التطهر. وأجبروه على ممارسة الفاحشة مع نساء الجن المتمثلات على هيئة نساء بشريات وبدون طهارة أيضا. وفي نهاية 40 طلبوا منه تدنيس القرآن الكريم بطريقة مبتكرة إثباتا لولائه. بعدها بدأ داود يرى أمامه أشكال حيوانات وكائنات غريبة تتحدث إليه، وتستمر الإغراءات بالمال والجاه. لكن والدته كانت غاضبة جدا مما يفعل، فأمرت رجالا أن يربطوه في المنزل لتوقفه عن أفعاله الشيطانية. وكلما قدمت إليه طعاما أمره الجن بعدم لمسه أو تناوله، ليحضر له نفس الطعام المقدم لوالده. لحم الجيفة الميتة شديد النتانة ومليء بالدود، فأكل منها إلى الحد الذي جعله يدمنها ويخرج للبحث عنها. بعدما ساعده أفراد من الجن في فك قيده وتهريبه من والدته، ولدها من ذلك أن داود بدأ يشعر بانجذاب غريب تجاه لحم الأطفال الصغار، فأقدم على أخذ جثث أطفال ميتة وأكلها. بعمر 15 أمرت الشياطين داود أن يسافر إلى بئر برهوت، البئر الموصوف على أنه الأشر ماء على وجه الأرض. شعر بالرعب الشديد بسبب وجود حيوانات مرعبة جدا، لكنه أكمل المسير فاشتد عليه الرعب إلى أن فقد وعيه، وما إن فاق على نفسه حتى وجد أنه مطروح الجسد في مكان بعيد عن هذا البئر. قرر الهرب والسفر إلى السعودية وبدأ حياة جديدة في مجال التجارة، لكن الشياطين لم تترك له طريقا إلا هددته فيه، وتوعدت له بالشر المطلق إذا لم يكن مكان والده ويساعدهم. استجاب داود وسافر إلى منطقة تهامة في اليمن، والغريب أنه لم تكن لديه وسيلة مواصلات تساعده، فقام الجن بمساعدته في الوصول من السعودية لليمن في مدة لم تتجاوز النصف ساعة فقط على حد قوله. قدم هناك قربانا على ضريح يسمى ابن علوان بأمر من الجن حتى يستطيع استلام كرامات والده التي تخصه والقوة التي ستمكنه من معرفة أي شيء.
وحل أي شيء بلمح البصر، بجانب الالتزام بالصلاة للضريح لمدة 15 يوماً، مع تجديد الالتزام بتقديم القربان والصلاة كل عام بنفس التوقيت. وأصبح من أعدى السحرة بعد ذبح القربان. أما عن طريق التوبة، سأروي لكم ما حصل على لسان داود. بدأت من خلال أحد الأحلام الذي زاره في يوم. رأى حلماً بأنه مات وغسل وكفن وأنزلوه إلى القبر، وأنه وقف بين يدي الملائكة تسأله: من ربك؟ ما دينك؟ تلجم فمه ولم يعرف أن ينطق، ومن هول الحلم استيقظ وهو يصرخ بأعلى صوته. وفي حلم آخر راوده في ذات اليوم، كان يخص والده الذي رآه وجلده يسلخ عن عظمه من شدة التعذيب، ويصرخ ويستغيث بابنه ويناجيه بأن يهرب من هذا الطريق ويتركه، وأن يتوب ويرجع إلى الله. ومن هنا بدأت فكرة التوبة تتغلغل في حياة داود، وشعر أنها رسائل تحذيرية من الله. قرر داود أن يتوضأ ويصلي، وبدأت من هنا فاجعة انتقام الشياطين والجن، حيث بدأت تلتف من حوله وتدمي جسده بالدماء، ويمارسون الفاحشة مع أجمل نساء الجن أمامه وهو يحاول الثبات في صلاته، إلى أن سمع أذان الفجر. قال: شعرت أن روحي تتغير، قلبي يسير بالاتجاه الصحيح. لكنه لم يسلم من انتقام الشياطين، هددوه إما أن يختار خسارة بيته وزوجته وأبنائه وأمواله، أو أن يصبح في مرتبة أعلى بينهم والكثير من المغريات. لم يستسلم لهم، فانتقم الشياطين من أبنائه، أدموا أجسادهم وأمرضوها. لم يستسلم، فقتلوا أبناءه وأفقدوا امرأته جنينها الذي كان بداخلها. خسر داود كل شيء، ولم يبقى له غير زوجته، واستلبسوها وآذوها وحاولوا كسر داود من خلالها. لكنه استطاع بمساعدة بعض رجال الدين الأتقياء معالجتها وإخراج الجن منها، ونجح في استعادة زوجته وحياته من جديد.